under 17 100 meter freestyle. Lane 1, Ahmed Akil Mutairi. Lane 2, Joseph Page. Lane 3, Muhammad Bidour. Lane 4, Lewis Edward. Lane 5, Benjamin Gracinalo. Lane 6, Yusuf Hatem. Lane 7, Isa Al-Adawi. Lane 8, Ahmad Fahmi. محمد بدور من الأردن حارة سبعة عيسى علي العواضي من عمان لدينا زي حركه شايفين مرحله 16 17 سنه اولاد هي منافسة قوية جدا بين حارة أربعة وحارة خمسة وحارة ثلاثة ودي الحارات المميزة اللي هم حارة أربعة بيبقى مصنف أول حارة خمسة تاني حارة ثلاثة في المركز الثالث من تصفيات صباحية من الواضح إن حارة أربعة بيخلص السباق لويز خلص حارة أربعة 52-55 ثم حارة يوسف حاتم في المركز الثاني 53-24 ثم محمد بدور من الأردن الشقيق المركز الثالث 53-33